قولي حبايبي، واخيرا بعد انتظار طويل معلم صارت عنا التوثيق، والحمد لله والشكر لله. لوز اللوز حبايبي الكرام، يعني بعد يعني طولنا تعرف معلم على البزوز وكل شيء، انا منتظر هذه اللحظه الحلوه. واخيرا شباب صار التوثيق، امور باللوز، خلاص معلم ختمنا فري فاير حبيبي والله. بس طولوا بالكم شباب قبل ما نبلش باي شيء حبايبنا الكرام بالمقطع، لا تنسوا صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يا احلى ناس، ولا تنسوا بلايكاتكم وشيراتكم ومشاركاتكم كلش مع بعضه معلم. ليديز اند جنتلمن حبايبنا، بالنسبه للبطولتين اللي عملناهم على 50 جوهره انتهوا، جيجي على الفريقين اللي لعبوا، جيجي على كل الفرق، بوجه تحيه لكل اللي شاركوا بهذه البطوله. وشي ثاني حبيت اقول لكم يا حبايبي، بتشكر جميع متابعين لوز اللو، شكرا لكم شباب، بفضل الله بفضل الشغل والتعب وبفضلكم كمان وصلنا لهذه المرحله. التوثيق يعني نضربكم تحيه معلم، بس طول بالكم شباب يعني خلص احنا اوكي، بس معلم في هون عندنا معلم طول بلا، هون عندنا معلم حدث جديد معلم، حدث باللوز، لازم ندخل نشوف شو وضعه معلم. اوكي حبايبي، مثل ما انتم شايفين عندنا اليوم حدث اسمه بطاقات الرئيس، سكنين شكلهم هيك كلاسيك، هيك معلم ما يعني بندخل نشوف معنا كل الجواز، ندخل على الجواز معنا. هون سكنين شاب هيك شغل لبسة جاكيت وشكي هيك، يعني شيء هيك مثل يذكرنا بسكن الاسود تبع الطقم الاسود حبايبي. اوكي لازم نخلط البطاقات اوكي، ونشوف شو راح يصير معنا اليوم. نور يا زلمه، ورد وما ورد وما اعرف شو حبيبي والله. شاب فايق جديد منهم علي، ماني مصحصح لساعة القهوه لساعة هيك جنبي، ها تفضل قهوه جاذب معلم. انا هذا الحدث صار زمان ما نشوف هيك نوع من الاحداث، لهيك المره شباب رح نضرب بالنص، لا او لا او نضربه هيد شوت معلم من فوق روح اضرب نعم لا تذكرني، قول لي فصلت اللعبه. سبحان الله يا حبايبي، شايفين كيف يا اخي؟ والله السبب انا تعذبت يا جماعه، عم بتعذب. اي واحد منكم بيعرف اعدادات باللوز وشي تمام التمام يا جماعه تواصل معنا، الله يسعد لي اياكم شباب، هيك نخلص من هذا الفصول اللعبه، اعطونا حلول على انستغرام. وبالمناسبه شباب حبيت اقول لكم شيء، لان بلشنا يعني من جديد عم امبارح بلشنا نعمل لايفات تيك توك وهيك، رح نعمل ان شاء الله لايفات دائما هيك على السهره على رواق حبايبنا، هيك نتسلم وندردش مع بعضنا حبايبي. بدعي كل الصوره شاب يدخل من تحت بالوصف موجود رابط تيك توك، صار شافونا نتسلى نعمل اشياء هيك نضحك بين بعض. anyway شباب نعمل تخلط البطاقات اول شباب فرج معلم، انا بخلط البطاقات مرتين معلم، يعني بحياتكم ما شفتوها اكيد حبيبي والله، ان شاء الله ما تفصل مره ثانيه معلم. اوكي نعمل هيك، هي ما حنضرب الفوق، اي ما بدنا نضرب الفوق، نضرب على الزاويه معلم. روح ها روح ها اوكي، لا يا اخي بدي اضرب من فوق يا اخي، ايه بيض نضرب تحت على الزاويه على اليسار، ايه بيض على اليمين معلم، بيض على الزاويه راح اضرب على اليسار، لا بدل هالمره يا رب يا اخي والله شباب يعني اصبر شوي، شو راح نعمل؟ وين نضرب وين نضرب وين نضرب يمين يسار نضرب هون، يلا خلونا نضرب معلم، اي اوه طلع لي سكن البنت، حلو شباب حزبة البزلة الرئيسة معلم، سكنين الرؤاس معلم، والله شباب عم بتجيني افكار حلوة بهذا السكنين. اوكي شوي نضرب معلم يا جماعة، والله ممكن يطلع لي سكن ولا لا، يا ربي شو يطلع لي سكن شباب، وين يضرب تحت؟ والله العظيم اللي ما يا اخي والله شباب يعني ما بعرف يا اخي خلص معلم، مرة صارت معي وما عاد تنعط، يجيني سكين من أول مرة مرتين مرتين، يا سلام فرجوني على نقطة الفي معلم، اشي باللوز تيجي يا من. اوكي يا حبيبي خلينا ندخل على البرسوناج، ندخل نشوف السكين حبيبي والله. اوكي شوف الاحد سكنين اللي نزلوا جداد معلم، يا سلام عليه، خلينا نشوف السكين من قرب، حابب اشوف السكين من قرب. اوكي عندنا هون سكين، قول لي والله الصراحة شاب حلوة حلو صراحة، يعني شيء مرتب شاب، يعني تصميم غير تصميم العادة اللي نشوفه معلم، غير التصميم يعني اللي بتكون هيك معلم شيء مثل هيك تصميمات، فهمت علي كيف؟ يعني غير يعني شغل هيك نيو شغل نيو. بالنسبة للطاقم معلم قول لي لا معلم هي ما فهمتها معلم، هي شو هي؟ هي معلم مشان تكون الوردة مضبوطة معلم، اوكي حلو، عندنا هون تشاكيت البنطال تمام الحذاء، اوه طب طول بالك، خلينا نجرب اول شيء سكن البنت، مثل كمان نجرب سكن البنت اول شيء معلم، فيرست ليديز اوكي، نجي لهون ندخل هيك على السريع شباب نشوف شكله، هذا السكن حبيبي والله، وين السكنات يا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، وينه؟ طول بالكم،
وين معلم السكين؟ وين السكين؟ هذا هو، تعمل له اوبن اوفغيغ ايكيبي، نرجع لورا نشوفون التدريب معلم، شوف شكله بالهذا. ليتس جو. اوكي شباب، اولي هي شو هي؟ هي تبع السكين. لا هي الوجه معلم سكين ثاني حبايبك، مثل ما شايفون عنا جاكيت هيك خفيف لطيف وبنطال مرتب يعني، وحتى يعني لاحظت انه الافكت تبع الشعرات هاي مره بشوف هيك يعني، افكت تبع الشعرات متغير شوي، شايفين معي كيف عم بيروح يمين يسار يعني الافكت الشعرات فيهم شيء ركزتوا معي شوفوا، لاحظت معي يعني عم طير وهيك، ما لازم كان بالسكنات الثانيه فيهم هالشيء، بس والله ماشي الحال اتس باللوز. خلينا نروح نشوف سكين الشاب. ليتس جو. اوكي معلم، خلينا ندخل لهون ونجي لهون ونجرب السكين من هون. يا بوي اصبر اصبر، وينه؟ اوكي ويت ا مينيت ويت ا مينيت ويت ا مينيت ويت ا مينيت ويت ا مينيت، هذا هو الشباب، نعمل له اوفرير نحط ونظبط. يا سلام والله الشباب يعني شغل هيك شغل فخام معلم، شغل هيك فخم 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 يعني شيء مرتب معلم. خلينا ندخل شباب نشوف الوضع، الادر سكين لازم نبربر شوي هيك على الصبحيات معلم، لانه شباب بتعرفوا معلم صار لي اكثر من يوم معلم بين التنظيم البطولتين والتعليق والكل شباب، هذا شباب ما لعبت ولا جيم يعني، اشوف الله شو صاير لعبي معلم صدقوني يعني، يمكن تقريبا خلينا نقول يمكن شي خمس ايام ما يلعبان ولا 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 واحد جايب ويتشر. خلينا ندخل نشوفه شباب، تعالوا اجي لهون، خلينا نجي لهون. اوكي روح من هون، جي جي. اوكي معلم الطقم البني، يا سلام عليك يا جميل، حلو. شوف والله والله الحذاء عجبوني شباب، هذا الورود ما ورود والله حلو الحذاء، شو رايك بالحذاء؟ والله الحذاء صغير يعني، بالعاده بيسوون حذاء يعني قد راس اللاعب. جي جي قول لي والله طلعت صاير نوبوت، قول لي هل انا صرت بوت؟ هل انا صرت بوت؟ هل صرت بوت؟ والله شو ما بعرف العب. روح خلينا نركز معلم، اربع دم. لقد متت لقد متت يا جماعه، سبب صار تقدر خمس ايام علام، صرت نوب صرت نوب 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 نوب، معني بعرف من قبل النوب بس حبيبي والله. يا اخي ما يموت ما يموت يا اخي يا اخي ما يا اخي ما يا جماعه، والله يا شباب لازم نحمي منيح يا جماعه، نحمي منيح يا اخوان. اوكي تعالوا والله يا شباب الوضع مو باللو شباب، عددات صايره خربانه يا جماعه، والحاله حاله معلم، هاي بس حابب نقتل واحد على القليل. شوف يا زلمه بضرب هيك ليه الله، لكن موت يا زلمه موت، يخرب بيت سندان معلم، شو معلم فكر يعني الوضع هيك يعني، شو شغله هيك؟ طب بالك يا ول تعال هون. اوكي صارت شوربه معلم، صارت شوربه صارت شوربه صار بس صارت شوربه شباب، صارت شوربه صارت شوربه صارت شوربه صارت شوربه معلم، مين ضد مين؟ مين ضد مين؟ ما بعرف شو عم بيصير حبيبي والله معلم، وضع صار شوربه معلم، انا مصحصحين منيح، خلينا نطلع معلم ما بدنا. حبيبي والله. اوكي حبيبي والله يسعد لي اياكم، شكرا كثير لمشاهدتكم لنا هذا المقطع، شكرا كثير للجميع مره ثانيه، بتشكر جميع المتابعين الاساطير، بارك الله فيكم جميعا وعقبال الباقي صناع المحتوى بهذه الامور يعني. اوكي بتشكركم كثير، يومكم سعيد، بشوفكم ان شاء الله المسيرات في اللايف ستريم جديد، ونقول لكم سلام عليكم.